ses efforts pour maintenir d'abord vie liée aux conséquences du changement climatique. Il y a paix, il y a partenariat, et cette fois-ci... Le thème retenu pour l'édition de cette année, à savoir notre... Monsieur le ministre de la Santé, pour notre partenariat... La biladana. إدراكا من هذا التحدي الجوهري المتمثل في الحفاظ على البيئة في التنمية المستدامة قد صادقت من جهة على التزامات دولية مختلفة سيما الاشتراك في إعلان ليبروفيل في عام 2008 الذي أدى إلى وضع مخطط عمل مشترك صحة وبيئة ومن جهة أخرى تعمل على إدراج البعد البيئي ضمن كافة الاستراتيجيات والبرامج الصحية الوطنية.